رجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة. يمكن في بداية الحلقة نوهت ان احنا معانا شباب جامعي قرر ان هو ما استناش تنسيق الجامعة وعايز يشتغل بالإعلام ويعمل بالإعلام، فقرروا ان هم يعملوا إذاعة على النت او إذاعة اونلاين. هنتعرف على الفكرة جت ازاي وايه اللي خلاهم يعملوا كده. معانا مي مراد مؤسس إذاعة راديو اونلاين. ازيك يا مي؟ الحمد لله. ومعانا كمان محمد عبد التواب سلامه خبير التنميه البشريه. صباح الخير يا محمد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. طيب مي، خلينا نبدا من البدايه، انت خريجه ايه؟ هو انا لسه بدرس، انا اداب عين شمس قسم حضاره اوروبيه وسنه رابعه. كملي اتفضلي. هي الفكره جات لي ان انا كنت من ايام ما كنت في اعدادي كان نفسي قوي ابقى مذيعه، وابتديت ان انا اذاكر عشان اوصل للحلم ده. وبس في ثانوي الدرجات ما سمحتليش ان انا ادخل اعلام واداب اعلام وكده، فرقت على درجات بسيطه. بس انا طبعا الحلم ما بيقفش على حاجه، وابتديت ان انا اكافح وانكش ورا اي فرصه وكل فرصه عشان اوصل للمجال ده. فدخلت راديو جامعه عين شمس اللي هو راديو الميديا سنتر، وبعد كده اشتغلت في راديو وسط البلد ودول اونلاين، وابتديت بقى ان انا اخد بقى سيشنات كتير واشتغل على نفسي اكتر واكتر لحد ما جات لي فكره ان انا اعمل راديو اونلاين. طيب خليني عايزه قبل ما نبتدي فكره ان انت تعملي راديو اونلاين، فكره ان انا اشتغلت على نفسي، يعني ايه اشتغلتي على نفسك عشان نشرحها برضو اللي بيتفرجوا عليكي؟ عشان زي ما انت قلتي، انت فكره ان انا ما استناش تنسيق الجامعات وحلمي ما يقفش على حاجه معينه، فاشتغلتي على نفسك ازاي؟ ابتديت ان انا احضر ورش اذاعيه ودوبلاج وكده. في مره حضرت ورشه اذاعيه اداها المذيع هاني حتحوت ومذيع راديو النيل مصطفى خضر، وابتديت بقى ان انا اتعلم من خبرات الناس اللي اقدم مني في المجال، وان انا افضل اسالهم واتعلم من خبراتهم وكده. اوكي. طيب وبعد كده قررت انك هتاسسي راديو اونلاين، الفكره جات لك؟ الفكره جات لي ان في ناس كتير قوي حلمها تكون مذيعين وكده، بس هم مش اعلام، فهم شايفين ان خلاص بقى حلم ان هم يكونوا مذيعين ده حلم بعيد، عشان هم مش دراستهم اعلام، وان عشان مثلا اخدك كمذيعه لازم الاولويه باللي درسته اعلام. فانا ابتديت ان انا اشوف مين عنده حلم انه يكون مذيع، ابتديت ان انا مثلا اكلمهم واشرح لهم الفكره بتاعتي واخدهم في راديو عندي، ولو هم مثلا محتاجين تدريب ببدا اعلمهم اللي انا اتعلمته. انت اللي بتمرنيهم ولا في حد تاني بيعمل الدورات التدريبيه دي؟ لا، انا بمرنهم اللي انا اتعلمته كده، ولو في مثلا حاجه مثلا قدامي صعبه او كده ببدا ان انا اسال ناس مثلا اكتر مني خبره. محمد، انتوا اتقابلتوا ازاي انت ومي؟ صباح الخير الاول، صباح الفل على جميع المشاهدين. الحقيقه مي انا عرفتها عن طريق السوشيال ميديا برضو، يعني الحقيقه عن مجموعه من الاصدقاء ومجموعات بقى الفيسبوك والواتساب والكلام ده كله، فبدأ طبعا الحوار. انا طبعا ماشي في سكه التنميه البشريه، بعمل دوت، بعمل ايفنتات، بعمل حاجات كتير جدا، بشتغل قوي على برامج تطوير الذات خلاص، لان انا مؤمن الحقيقه بان كل شخص فينا جواه طاقه لا نهائيه، بس المهم ان انت تدور وتعرف فعلا انت ايه الموجود عندك. لان انا عايز اوضح بس حاجه في الاول، وهنقول انا يعني زي ما قلت لحضرتك انا عرفت مي عن طريق ايه، وبعدين ما عرفت الراديو، عرفت الفكره، فبدات تعرض الفكره عليا، رحبت جدا. انا عندي جروب على الفيسبوك اسمه تنميه وتطوير الذات البشريه، عملت عليه زي استفتاء كده لاسم برنامج لذيذ كده، عملت برنامج اسمه بدايه جديده مع مي. تمام. الفكره انه بدايه جديده كل حد فينا يبقى ليه بدايه جديده مع نفسه. انا عايز اقول ان اي حد فينا واي شخص هو مزيج نفسي ووراثي لا يتقرر حتى ما بين التوأم، بس للاسف مع مرور الوقت بقى وتنوع الخبرات بنتحول الى ما اشبه بحقيبه بارقام سريه الحقيقه. ليه التشبيه ده؟ لانه ما بنحاولش حتى نفتح الحقيبه دي ونشوف ايه محتوياتها او نقدر محتوياتها، ايه اللي جواها ومحتاجين ان احنا نستغله ونستخدمه، ايه الحاجه اللي ممكن لازم ضروري قوي تكون جواها، ايه الحاجه اللي مش محتاجينها وضروري قوي نستبعدها منها. هو ده ان احنا النفس من جوه البشريه، ان احنا نخش جوه نشوف امكانياتنا،
طاقتنا مهاراتنا احنا عندنا ايه عشان نقدر نوظف ده صح. صحيح. جميل كده. ده بلس طبعا ان انا لما اجي احدد هدف لنفسي ولازم يكون لي هدف، هدفي يكون على قد امكانياتي خلاص، ما احطش هدف كبير قوي ما يناسبش ولا امكانياتي ولا مهاراتي ولا خبراتي خلاص، فبالتالي مش هقدر اوصل له، ولا احط هدف ضعيف فاضيع فيه وقتي خلاص واهدر فيه طاقتي واموالي. دي حاجه. وزي ما قال يعني امير الشعراء احمد بك شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه، وما استعصى على قوم منالوا اذا الاقدام كان لهم ركابه. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه انه انا مش هتمنى فشبيك لبيك الحاجه هتبقى بين ايديا. صحيح، لازم اسعى واشتغل على نفسي بالظبط كده. ده مهم قوي، وده اللي عايز اقوله للشباب. وايضا هناك بيت شعر اخر يقول: كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحى حقيقه لا خيالا. فانا عايز اقول انه المخترعين والعلماء واي حد عمل حاجه، ده في البدايه كان حلم. صحيح. كان بيحلم انه يعمل ده، لأن لا وفشل ورجع اكرر التجربه مره ثانيه، ويعني ما جاتش الموضوع معاه على طول. صحيح. يعني لان في حد ممكن يقول: لا اصل الحلم حاجه والهدف حاجه. يا جماعه لا، ما هو الهدف ده فاصله كان ايه؟ فاصله كان حلم، وبعدين اصبح يبقى خلاص يعني نحطه في الفعل ويصبح ان احنا نفكر فيه، فيبقى خلاص محتمل بقى هدف، بقى حقيقه بشتغل عليه، بحط خطه. ولازم لما احط هدف احط خطه، وخطه زمنيه محدده محكمه جدا علشان اقدر اوصل فعلا في الوقت اللي انا محدده للهدف بتاعي. لازم اكون شخص فعلا مدرك انا عاوز اعمل ايه. لانه انا هدي لحضرتك مثال بسيط قوي. لما بنيجي نروح نقطع تيكت مثلا تذكره طيران لاي حته، هل حضرتك بتروحي تقولي له انا عاوز تذكره طيران بس؟ يعني لما نروح نقول له عايز تذكره طيران هيدينا يا ترى على طول كده، ولا لازم نعرف وهو يعرف مننا موظف التذاكر احنا هنروح فين؟ بالزبط. الوجهه اللي احنا رايحينها، احنا قصدين ايه؟ احنا رايحين فين؟ ده حاجه. تاني حاجه، لو بصينا نلاقي الطياره طالعه رحله معينه، الرحله دي بتاعتها مجدوله، الرحله دي يعني وفق خطه زمنيه محدده جدا، هتطلع من اي مطار من اي مدرج، هتنزل فتهبط في اي مدار في اي مطار في اي مدرج، فبنلاقي عشان هي ماشيه وفق خطه زمنيه محدده فبتوصل فعلا في الوقت المحدد بنسبه تتخطى ال 95%. تمام كده. ده علشان فعلا في خطه وفي هدف محدد. لكن لو طلع الطيار ده بالطياره وهو مش عارف هو رايح فين، يا ترى هيوصل لمكان؟ لا طبعا. طيب ولو طار ولف كتير قوي بالطياره دي هيعمل ايه تاني في الاخر؟ هيهبط لنفس النقطه اللي تم الاقلاع منها، لان هو مش عارف هو رايح فين. فاهدر وقت واهدر مجهود، وللاسف في الاخر رجع لنفس نقطه الانطلاق هي. وبالعكس ده هو طاير لو حصل له اي حاجه لا قدر الله وحاول يتصل ببرج المراقبه، يا ترى حد هيرد عليه؟ محدش هيرد عليه، لان مفيش رحله مجدوله بتخص الرحله دي بالذات. صحيح. جميل. فعشان كده انا بقول الامثله دي، لانه فعلا لازم قبل ما ننطلق او قبل ما نبدا نعمل حاجه لازم في خطه زمنيه، لازم يبقى في حاجات احنا حابين وعارفين احنا هنوصل لايه. فده مهم قوي. عملت بدايه جديده مع مي. مين بقى استقر على اسم البرنامج؟ انا. انت كانت فكرتك يعني فكره بدايه جديده. بالظبط. صحيح. تمام كده. بس عملنا البرومو وعملت معاهم واشتغلنا، والحمد لله البرنامج كويس جدا ولقى قبول من الناس. رد فعل الناس اللي بيجي لك ايه يا محمد؟ يعني اكتر الحاجات، بما انك بتحاول تساعد الشباب ان هم يلاقوا نفسهم وان هم يلاقوا ودوروا على حلمهم، اكتر الحاجات اللي بتجي لك او الكومنتس اللي بيجي لك او المشاكل اللي الشباب عايزين يتكلموا عنها بتكون ايه؟ بص، هو غالبا في مشكله كبيره قوي، انه الشباب حاجه من الاثنين، يا اما هو بلا هويه ومش عارف هو عاوز ايه، وزي ما قلت لحضرتك المثال الاولاني ان هو اصلا مش عارف هو من جوه في ايه وامكانياته ايه وقدراته ايه. خلاص. اما حد يقول لك انا عارف انا عاوز ايه بس مش عارف ابدا منين. يعني مش عارف ياخد الخطوه، ما عندوش الثقه الكافيه في نفسه، لان المغامره مش موجوده، الخوف بيتملكهم اكتر، فبيقوم محتاجين تاهيل لده. محتاج ان هو لا يفهم ان المغامره نص النجاح. محتاج يفهم ان انا لازم اجرب، علشان لو فشلت بتعلم من الفشل ده، بتعلم من خطأي. الحياة ما إلا إن هي تجربة وممارسة وخطأ، وببدأ إن أنا أتعلم بعد كده الصح. صحيح. طب ما نرجع مرة تانية للإذاعة بقى، وتكلميني فيها كام برنامج إذاعي؟ إحنا في راديو بلانيت عندنا يعني حوالي 11 برنامج إذاعي،
ولسه في كمان برامج يعني ان شاء الله هنعملها وعددها هتزيد، وفي فكرة في دماغي كمان ان انا اعمل مسلسل اذاعي بنحضر فيه دلوقتي حاليا عشان نعرضه في رمضان وكده. طب بس كلميني عن طبيعة البرامج اللي موجودة في الإذاعة، يعني في إذاعتك يعني. ماشي. أول حاجة أنا بقدم برنامج اجتماعي اسمه موقف على المشي، بحاول إن أنا كل حلقة أحكي مثلا موقف بيقابلنا في الشارع مثلا. تاني برنامج بيتكلم. طب إيه أكتر يعني كلميني عن حلقة عملتيها مثلا، كانت موقف إيه حصل في الشارع؟ أنا مرة سمعت مثل بيقول خدي الشاي بيدلعك ولا تاخدي الصبي يلوعك. فأنا بقى قلت طيب ما أعمل حلقة، أنا طبعا ضد المثل ده، فأنا قلت إن أنا أعمل حلقة عن المثل ده وأتكلم فيها وكده. وفي موقف تاني عن التحرش، أنا كنت شغالة في وحدة مكافحة التحرش في جامعة عين شمس، دي كانت تبع حقوق المرأة وكده، فأنا قلت ما أعمل عن التحرش حلقة. كلها مواقف بتحصل لنا يعني. طيب ده برنامجك انت، في برامج ايه تانية بقى كمان؟ في برنامج نميس احمد اسمه حكاوي التاريخ، ده برنامج تاريخي وبتحكي بقى عن التاريخ مثلا اليوناني المصري الاسلامي، ده تاني برنامج. تالت برنامج هو اسمه مواقف وانتقادات، ده بيحكي بقى عن يعني مثلا ما يعني اراء الناس الكبيره في الجيل مثلا الجديد وكده. البرنامج اللي بعده اسمه فيونكا، وده بيحكي بقى عن الفاشن والميك اب وكده. اوكي. البرنامج اللي بعده هو برنامج حابه رياضه، وده بيتكلم بقى عن الرياضه، الوسط الرياضي والماتشات والحاجات دي كلها. اوكي. بعد كده في برنامج اسمه شخبيط كمان. برنامج شخبيط هو برنامج عن بقى الدوبلاج والكرتون وكده. طيب هايل، انا عايزه اعرف بقى يعني مين اللي بيحط التصور عامه او البلان بتاع المحطه، يعني فكره احنا عايزين نخاطب مين، نتكلم مع مين، ايه المحتوى اللي احنا المفروض نقدمه، مين اللي بيحط البلان دي؟ هو انا اللي بحط اي بلان وكده ويعني بفضل بقى. ديكتاتوره شكلها معي ولا لا خالص؟ انا حاسه لا خالص، وانا بحط الحاجه وباخد رايهم يعني. طبعا. ايه رايكم؟ طب وبقول رايكم بس انا كلامي اللي هيمشي يعني عادي. يعني لا خالص اطلاقا. لا هي ماي الحقيقه انا انضميت كمان ليهم واعجبت بالفكره. ليه؟ ماي سنها صغير. انا طيبه قوي. انا بحب الشباب اللي فعلا عنده هدف، طموح، عنده اصرار انه يوصل. لانه الهدف الحقيقه كمان بيقوي العزيمه والاصرار والتحدي عند الشخص. الهدف بيثبت ذاتك، بيعلي من احترامك لذاتك وقيمتك لذاتك، ثقتك بنفسك. الهدف بيخليك شخص جاد في الحياه، بيجعلك تتحمل المسؤوليه. الهدف بيخليك فعلا شخصيه الناس تحترمك، وانت كمان بتحترم ذاتك فعلا، بتبقى شخص واضح جدا. وانا عايز اقول ان حتى كمان وجودنا في الحياه ما كانش كده وخلاص، لا بالعكس، ده احنا وجودنا في الحياه كان له هدف. صحيح. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الذاريات الايه 56، وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون، صدق الله العظيم. فمعنى ذلك ان احنا كمان لما ربنا خلقنا ما كانش عبثا، يعني ما كانش عبثا ولا كان عن طريق يعني الصدفه الحقيقه، لكن كان في هدف من وراء وجودنا في الحياه. فانت لقيت بقى في مي ان هي عندها اهداف وعايز حقها. بالظبط، صحيح، واضح. طيب مي، عايز اعرف منك كمان فكره جمعتي الناس ازاي؟ يعني انت قلتي لي انا دورت على الناس اللي عايز تحقق حلمها فوصلت لهم ازاي؟ هل عملتي اعلان على فيسبوك، عملتي البيج على فيسبوك عشان تقدري توصلي الناس اللي عندها افكار واللي عايز تقدم حاجه تكون متخصصه فيها؟ هو انا في الجامعه بحب يكون ليا اصحابي في مجالين، مجال التاريخ ومجال الاعلام. فانا يعني تلاقيني عارفه ناس كتير قوي من دفعات اعلام اولى وثانيه ورابعه، وناس كمان خارجين وبيعملوا ماجستير ودكتوراه. بحرص قوي ان انا يبقى ليا اصحاب في مجال الاعلام. فانا مثلا عشان انا في راديو الجامعه وفي الميديا سنتر بتاع الجامعه بقى والمجله وكده، فانا عارفه ناس كتير قوي في المجال ده، فببتدي ان انا بحب قوي اتباهى بفكرتي. ايوه طبعا. فبحب بقى يعني ان انا احكي لهم مثلا، او ان انا مثلا انا اجتماعيه جدا، فبحب لما اجي اتكلم مع حد لو عرفت مثلا
اسمع من واحده تقول لي ايه انا كان نفسي قوي اكون مذيعه بس انا في كليه مجموعي ما جابش او في كليه ثانيه، فابدا اقول لها على فكره حلمك سهل انك تحققيه، بس انك يكون عندك اراده وتفضلي تنكشي ورا الفرص وتحاولي تقربي منه كل مدى. فببدا ان انا احكي الفكره بتاعتي ومثلا اخليهم ينضموا ليا وكده، لو هم مش فاهمين حاجه ببتدي ان انا افهمهم مثلا الاساسيات وكده. وفي الجروب عندي لو عرفت مثلا في ورشة إذاعية في المكان كذا ببتدي ان انا اقول لهم عشان يروحوا يستفيدوا. طب عدد المستمعين دلوقتي عندكم قد ايه؟ هو احنا 1000 وشويه بس ان شاء الله يعني العدد ده يكتر ان شاء الله. طيب هل في خطة شغالين عليها دلوقتي عشان تتوسعوا اكتر عشان عدد المستمعين عندكم يكون ازيد؟ هي في خطة، هو انا حاليا احنا في راديو بلانيت ما عندناش استوديو فلسه يعني الامكانيات كل واحد من بيته كل واحد بيسجل من البيت بتاعه ريكورد وانا لو شايفه الريكورد تمام ببدا ان انا اعمل له مونتاج، فانا بعمل المونتاج والديزاين وكده وانا المسؤوله عن التنزيل وبنزل في البيت وكده. بس حمل عليكي كبير قوي يا مي، يعني ان شاء الله انتوا عددكم قد ايه طيب في المحطه؟ واحنا عددنا 30 في الجروب. مقسمه في ناس مسؤوله عن المونتاج، في ناس مسؤوله عن الدوبلاج والفويس اوفر والهندسه الصوتيه والاعداد والتقديم. طب كويس، انا افتكرت ان في ناس متوزع عليهم شغل تاني. موزع كويس عشان كان عليها حمل كبير جدا. صحيح طبعا، ايوه طبعا، كله في ده تحقيق الاحلام. طبعا. طيب انا عايز اعرف في اي عائد مادي بيجي للمحطه ولا لا؟ لا خالص خالص، ولا ولو في اعلانات هيبقى في عائد مادي اكيد. بس لسه شويه شويه يعني. بس انتوا شايفين فعلا ان، طب كلموني عن ردود الافعال، ردود الافعال من المستمعين اللي بيسمعوا من الشباب دلوقتي، ردود الافعال بتكون عامله ازاي؟ انا بتجيلي تعليقات كتير قوي بتكون حلوه، يعني ان هم عجبهم قوي الفكره. وفي كمان من الناس من ضمن اللي بيسمعونا دول بيكونوا ناس اصلا ما يعرفوناش فيبتدوا يقولوا احنا عجبنا فكرتكم قوي وحابين ان احنا ننضم ليكم. انا بقى في تعليقات بتجيلي في البرنامج بتاعي عشان انا لدغه في حرف ر، دي حاجه بحبها جدا، فيبتدي الله احنا حابين البرنامج بتاعك عشان بقى حرف ر وكده نتك حلو. اتفضلي. انا الحقيقه بالنسبه لي يعني معظم التعليقات اللي جت انه صوتك بس هو يعني شدنا لان احنا فعلا نتابع، نسمع الصوت حماسي. الصوت حماسي، الصوت ادالنا باور ان احنا فعلا نتابع ويبقى عندنا شغف ان احنا نستنى اللي جاي، يا ترى هو هيقول ايه في اللي جاي. صحيح. فده مهم قوي، وده كمان انا مؤمن بيه لانه المشاهده غير السمع. يعني لو انت مش تقدر توصل بصوتك الاحساس للي بيسمعك يبقى انا بيتهيألي ملوش اي لا، اصل ده كمان في الاذاعه متهيألي اهم حاجه خامه الصوت، والصوت صحيح نفسها هي اهم حاجه، اهم حاجه متهيألي بالظبط عشان ده توصل انت زعلان او متضايق او حماسي او كده. فهي متهيألي انا بشوفها ان هي اصعب شويه من مذيع التلفزيون. لا طبعا ده صحيح صراحه، يعني صحيح. ما انا عشان كده بقول لحضرتك انه اللي متشاف حاجه والمسموع حاجه طبعًا تانية خالص طبعًا. لان حد بيسمعني مش شايفني اصلا، مش شايف الرياكشن بتاعي، مش شايف انا انفعالات شكلها ازاي. صحيح. لكن بيحس في احساس بيوصل بس كده. ماي انا كنت سعيده جدا انا معاكم النهارده وبتمنى لكم التوفيق. واحلامك ايه للمحطه؟ انا نفسي قوي الراديو بتاعي يكبر اكتر من كده بكتير، ونفسي قوي يبقى عندي محطه اف ام زي احمد يونس 90 90. ونفسي افتح شركه دعايه واعلانات، انا شاطره جدا في الماركتنج وبحب اعمل دعايه للحاجات وكده ان شاء الله ربنا يحققها. ونفسي كمان اكون مذيعه مشهوره مش في مصر بس، لا في الوطن العربي كله. ان شاء الله هتبقى. محمد احلامك ايه الفتره اللي جايه؟ بص والله ان شاء الله رب العالمين انا عندي رؤيه ان انا ان شاء الله اكون مدرب مشهور جدا على مستوى مصر والوطن العربي ان شاء الله. خلاص وشغال على دوت فعلا وعندي رؤيه لده. تاني حاجه انا حبيت اكون مع مي ومع الشباب الصغير دوت، يعني علشان انا فعلا مؤمن بالهدف. جيت النهارده كمان مع مي هنا الحقيقه علشان انا ادعم مي فعلا، مش بس انا بقول كلام للناس، بالعكس انا بدعم مي النهارده وبقول لها يعني سيري واحنا معاكي وراك ان شاء الله. حتى انا مره من المرات عامل كده عندي على الجروب بتاع التنميه البشريه قصص نجاح، يا جماعه اللي عمل اللي شاف في نفسه قصه نجاح
يبعتها لي وانا هنزلها له. بالفعل عندي على الجروب انا نزلت المي قصه نجاحها بصوره شخصيه ليها، ده علشان تحفيز للشباب انه يعني عايز اقول لك ايه، انه المنافسه يعني غير وابدا اشتغل، خلي ليك قدوه خلاص كده. عارفه المثل اللي بقول غير ولا تحسد، يعني هو كده بقى، يلا غير بقى واتمنى انك انت تبقى افضل واحسن، فيلا بينا يبقى في منافسه شريفه بيننا اننا كلنا نكون الافضل. طبعا مي مراد مؤسس اذاعه راديو النت او جي بلانت، يعني انا كنت سعيده جدا انا معاكي وبتمنى لك التوفيق وحاسه انك هتوصلي لحاجه كبيره جدا ان شاء الله، بس اهم حاجه تكوني يعني بليفر زي ما بيقولوا او مؤمنه قوي بحلمك. محمد عبد التواب سلامه خبير التنميه البشريه، بشكركم جدا جدا وبتمنى لكم التوفيق. شكرا وان شاء الله اقابلكم قريب ويكون الموضوع توسع اكتر من كده بكتير. ان شاء الله. فاصل سريع ونستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا.